يعني محمد من الغربيه. اهلا وسهلا بك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور حامد. اهلا وسهلا. بعد اذن حضرتك بس انا كنت يعني عندي عقود صغيره وحضرتك كنت قلت ايه ان احنا ممكن نستخدم اللبن البديل ان احنا نكمل لهم رضاعه. تمام. بدائل البان الجاموسي، بدائل البان بار ولا جمسي؟ لا هو في كده وفي كده. طب عندك ماشي جمسي او بقري، انت عايز تعرف لو انا جبت بديل لبن استخدمه ازاي؟ صح؟ دي حاجة، الحاجة الثانية ان انا عايز ده السؤال الأول نوع معين من 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 بدائل اللبن ده عشان اقدر اشتغل عليه، لان مثلا تروح للصيدلي هو بيقنعك بالموجود عنده. انا مش هقدر اقول لك موجود. مش هقدر اقول لك نوع معين ولا انت عشان ما يبقاش دعاية للشركة الحاجة معين. انت هتدور على الشركة اللي هي جربتها وجابت نتائج معاك حلوة، قول انا عايز بديل اللبن بتاع الشركة الفلانية. هو مش هيقدر يديك حاجة غير اللي انت هتقوله. وبالنسبه ما يعني بالنسبه لبديل اللبن اول مره ان انا استخدمه. نعم. طيب يا محمد، بالنسبه لبديل اللبن حضرتك هتستخدمه، اهم حاجه هو له بروتوكول معين في استخدامه. اذا كنت بتعمل اشتراطات صحيه واللي احنا بنسميها هيجينيك ميجر، بتعملها في العجول العاديه بتاعتك اللي هي بترضع لبن عادي، هتعمل قدها 10 مرات في العجول في استخدام البديل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي بستخدم العجول الرضيعه، لازم الاول انضف الجراد كويس، لازم اغسل الجراد، لازم اطهر الجراد بتاع اللي هي اواني الحليب اللي برضع بيها، البزازات اللي برضع بيها، اعمل تطهير ليها بالميه الساقعه وبعدين بالمطهر بالميه السخنه، وبعدين ازيل اثار المطهر، وبعد كده اعملها بالمطهر القلوي واكفيها للمره الجايه في استخدامها. ده في اللبن العادي. تخيل بقى والنظافه تحت الحيوانات والهيجين الكامل او الصحه يعني الاشتراطات الصحيه الرهيبه في اللبن العادي. اما تيجي تستخدم اللبن البديل هتعمل قد الاشتراطات الصحيه ديت 10 مرات الى جانب البروتوكول اللي هو هتعمله، عشان دي ممكن تعمل لك مشاكل رهيبه جدا. البروتوكول حسب ما هيقول لك الشركه المنتجه للبن ده، هتقول لك انا بستخدم كيلو لبن على 8 كيلو ميه، هتحل كيلو لبن بودرة على 8 كيلو مية، وهترضع العجل 3 كيلو أو 4 كيلو كل مرة أو كيلو ل 10 كيلو حسب ما هي حسب ما الروشتة هتبقى مكتوبة على الشكارة هتنفذها. كيلو ل 8 كيلو مية، كيلو ل 6 كيلو مية، كيلو ل 10 كيلو مية، حسب ما هو مكتوب هتنفذ وهتقسم. وهتيجي هتجيب لو أنت يعني ما عندكش أعداد كبيرة، هتجيب عارف الغسالات، هتجيب غسالة وهتعمل حمام مية 37 درجة مئوية تقريبا، 37 درجة مئوية يعني زي درجة حرارة اللبن، وهتدوب تدوبه جاي كويس جدا جدا، ما تخليش فيه بقايا. والشكارة اللي تستخدمها يعني الجزء اللي تستخدمه لازم يفضل جاف على طول، يا اما تخلصه في نفس اليوم يا اما تحطه في مكان جاف بعيد عن الرطوبة عشان ما يحصلش عليه فطريات ويحصل فيه ايه بكتيريا تنمو عليه، لانه بيبقى وسط رهيب للنمو البكتيري. ده يا اخ محمد اللي تخلي بالك منه في شغل بدائل الالبان. اشكرك يا اخ محمد. نرجع تاني لموضوع الدوده اليافعه، نرجع ليها تاني.